الإثيرية لولا الملامة توصلنا لـ 8 15 دقيقة 8 وربع، هذا توقيتنا على راديو ميد. مازلنا مصري معكم في البريم تايم، تحية للناس تحت بينا في الاستماع، طريق السلامة للجميع. نمشي لتصويت شوفيان. شوفيان شوفيان. مؤتمر دايم للفيروسات في تونس. الخبر البارح اللي قال لنا عليه السيد وزير الصحة أكيد تعرفوه، وهو يهم اكتشاف السلالة النيجيرية من الكورونا فيروس في تونس. بعبارة أخرى، من بعد السلالة الأصلية اللي هي على ما يبدو بنت عائلة قدام الأخرانيين متاع الكوفيد، جت السلالة البرازيلية والسلالة البريطانية والسلالة الهندية والسلالة النيجيرية، وزيد عليهم السلالة التونسية واللي هي محجبة ومسكوت عنها. اليوم الفيروسات عاملين مؤتمر دائم في تونس، وأكبر فيروس في رأيي هو فيروس السياسة والسياسيين اللي خلاو الشعب بلا مالي. تونس تحتاج اليوم إلى رجال ونساء مسؤولين بأتم معنى الكلمة، وخاصة على المستوى المركزي. ما حشناش لا بفرجية لا بمتخاذلين، لأن الفرجة هي ضرب من ضروب التخاذل، بل نجم نقول هي ضرب من ضروب الجبن. المطلوب أن الدولة التونسية في أعلى مستوى السلطة بكافة رموزها ومؤسساتها تحضر بقوة وتأخذ الإجراءات الصارمة الحاسمة والموجعة إذا استلزم الأمر. ما نخليوش المعتمدين والبلديات وحدهم. اليوم باين بالكشف أن شعب بلا والي، ناس بلا مالي، وطن بلا أجندة ولا خريطة طريق. حالنا كما قال طارق بن زياد أضيع من الأيتام في مأدبة اللئام، واللئام للأسف الشديد متسطرين المشهد في تونس اليوم في السلطة التنفيذية والتشريعية أساسا. اليوم فما فرصة اجتماع اللجنة العلمية لمقاومة الفيروس مع رئيس الجمهورية، وهو في رأيي فرصة اللقاء الأخير. اليوم ينخذوا قرارات استباقية حازمة لإيقاف النزيف يا على تونس السلام. الأسابيع الجاية باش تكون صعيبة مع موعد العيد الكبير وما يسبقوه ويرافقوه من إجراءات الحايب والتنقلات بين المدن والأقاليم والجهات واختلاط والتهاني واحتفاليات بكلها آليات وميكانيزمات نقل العدوى لأوسع نطاق، وربما نصف عائلات بتم تعميمها. وما ننساو زاد السيزيام والنوفيام ونتائج البكالوريا والتظاهرات الرياضية. كل هذه المعطيات يلزمها برنامج تحرك وطني واضح وناجع. قلت لكم يا ناس توا مدة، يا اليوم نقفل رواحنا يا باش نزيد نعيشوا على وقع المصيبة ولا الكارثة. وفي كل الحالات ماذا بينا السياسيين والمسؤولين التوانسة ما يكونوش هما زادة ما بين الأطراف المجتمعة في المؤتمر الضمان الشامل متاع الفيروسات. هما يعرفوا واللي لهم أملك، وكما قالوا ناس بكري وين تحط نفسك تسيبها، النفس نفسك وانت طبيبها. شوفيان شوفيان تك صحة سوفيان بن فرحات. في شوفيان تلقاها على الباش فيسبوك راديو ميد تونسي ولا على شان يوتيوب متاعنا. سينو راجعين معكم بعد صوت سنين ديون وراجعين.